احصل على قرض احلامك بدون كفيل بدون ضمانات بس حول راتبك حنا والباقي علينا. بنك الياس الدولي، قرض احلامك. اي مصلحه بالحق. يعطيك العافيه. لو سمحتي احلام، سمعت الدعايه قسم القروض وين؟ بتروح من هون دغري بعدين على اليمين. دغري على اليمين. شكرا. لا غلبك، قسم القروض. قروض بتروح من هون دغري بعدين عشمال. شكرا. شو حبيب القرض زي السلاح، القرض اهم من السلاح. تعرف ليش؟ لو بتقدر تاخذ قرض عشان تشتري سلاح، صح ولا لا؟ هاي البزنس هاي مش هينه، مش مهمه شغله المصاري. طبعا طبعا طبعا، اهلا وسهلا. خليني احكيك بعدين، عندي زبون. شكله بده قرض. يلا يلا، مع السلامه. يعطيك العافيه. الله يعافيك. سوري قطعتك انا. ولو انا سمعت الدعايه هلا بالسياره، كنت سمعت دعايه قرض احلامك وعلى السريع اجيت عندك على السريع. حابب استفسر اكثر، اعرف اكثر عن الموضوع. مزبوط من غير كفيل من غير ضمانات، بس لازم احول راتب عندك ولا شيء؟ فيري سمبل، كثير بسيط الموضوع، كثير بسيط. عندك راتب يعني؟ شغال بشركة؟ بتقدر تحول راتبك عندنا؟ 100%. انتهى الموضوع بهالبساطة؟ بهالبساطة. بس طيب خلص، وين العقد؟ وين؟ بس في شغلة بسيطة، بدنا رقم تليفون حدا. إذا أنت ما رديت نحكي معه تليفون بس ويجي يوقع معنا العقد، بس إذا أنت ما رديت حدا يدفع عنك. بس مش هاد كفيل؟ لا 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 لا، كيف مش هذا؟ مش كفيل، مش كفيل. لا كفيل بده وراءه ونجيب وراءه وهذا. لا 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 لا، بس هذا اذا ما انت ما رديت نحكي معه عشان يجي يدفع عنك. بس بسيطه يعني. طيب خلص ماشي، بندبر حدا نعطيك رقمه، ما في مشكله. طيب خلص اعطيني هات العقد نشوف. بس في كمان شغله صغيره كثير بسيطه، هي مش شيء. عندك كاش بالبنك، سيارة، أرض، بس هيك نحطهم بال... طب هاي ضمانات؟ عيب عليك، عليك، مش ضمانات هاي، ضمانات إشي تاني، ضمانات يعني مش هيك الموضوع، الموضوع إنه افرض مثلا مديرك طردك مديرك. ايش بدنا نروح على مديرك؟ ما هو كرهانك، كيف بدنا نجيب منه مصاري؟ مصاري. طيب ماشي، اوكي، خلص، تمام، موافق. هات نشوف الموضوع. بس في كمان شغله كثير صغيره، اوراق خفيفه ممكن احكي لك اياهم. فاتوره كهرباء، فاتوره مي، فاتوره تليفون، فاتوره مطعم، شهاده راتب، شهاده منشأ، شهاده الجامعه، شهاده تعلم محكميه، براءه دم، دفتر خدمه مؤجل، دفتر عائله اذا كنت متجوز، دفتر طبيعه، صورتين شخصيه او سيلفي. معك هويتك؟ معي هويتي. اقراهم شروط احكام البنك. بتقدر تفوت على الغرفه جوا، في تخت، في ركيله، في قهوه، شاي، اقراهم وعشان نوقع العقد ويجي صاحبك كمان يوقع معك وقشان الارض. وهذا شيء بسيط كثير. لا لا لا، في شيء غلط، في شيء غلط الصراحه. انا حاسس انه الدعاي ما لها دخل بالواقع بالمره. ليه؟ هذا مش قرض احلامك. ايش قلت؟ قرض احلامك. لا لا لا. انت هون غلطان، قرض باحلامك هو. لا، قرض احلامك، انا سمعت الدعايه. لا احنا ما حكينا قرض احلامك. كيف يعني بالدعايه بتحكي قرض احلامك؟ عليك
قرض بأحلامك هو. اسمع الدعاية. بنك الياس الدولي، قرض أحلامك. قرض أحلامك. هي أسمعك يا بالبطيء. دولي، قرض أحلامك. قرض بأحلامك. قرض بأحلامك. عمي شكرا، يعطيك العافية، أنا ما بدي. ليه؟ ما بدك قرض؟ أستاذ. قرض صغير ولا قرض كبير. بث بياخة. يا براء الدم دفتر خدمة المعالج. يلا. شو بلا راضي؟ شهادة الجامعة، شهادة عم حكومية. عندهم محكومية كتير صعبة.